بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. فبالنسبه للمقابله اليوم كان اوبليجي خصنا ناخذ ثلاثه نقاط. الكل كيعرف ان المباراه اللي جايه ان شاء الله عندنا مباراه اللي حاسمه، كنتمنى ان شاء الله اننا نبقاو في هذا المستوى اللي ظهرنا به اليوم ونرجعوا للثقه، لاهم شيء ان الثقه ديال الجماهير الوداديه ترجع بينه وبين اللاعبين، هذا اهم شيء بالنسبه لنا. بالنسبه لك العوده الرسميه يعني في ظل تواجد مجموعه من الاسماء يعني اللي كبيره، يعني كيفاش كتشوف ما صراحة كان هذاك قرار المدرب، انا كان ادي داكشي كما ينبغي، وحتى المجموعه ان شاء الله بهذا الفوز غادي تكون ان شاء الله احسن في المباريات الجايه، وان شاء الله اللي يكون في التيران يكون يعطي الماكسيموم ديالو، هذا هو الاهم اللي كاين. قدر المدرب تكلم خلال الندوه الصحفيه ان اللاعبين اجتمعوا وطالبوا من المدرب فوزي البزرتي بالبقاء، شو الحوار اللي دار بينكم بالمدرب هذا الاعلان ديالو على الاستقاله والتراجع ديالو؟ كنظن ان الكل كيعرف فوزي بن زرتي والفالور ديالو، كذلك حنا المشكل اللي كان هو المشكل ديال النتائج اللي ما جاتش في هذه المباريات الاخرى. كاينه ثقه بيناتنا ما بين اللاعبين والمدرب، الحمد لله اليوم تاتنا ثلاث نقاط اللي غتعطينا واحد الحافز باش المباريات ان شاء الله نزيدو نكونفيرمي ونردو الثقه الكبيره اللي فيكم على لا باش تولي ما بين الجماهير واللاعبين.